تحية الاباء والامهات الحاضرين في هذه المسيره او هذا الوقفه اللي احتجاج بالرباط. التواجد ديالنا اليوم هو اللي بتغطي على الحكومه لفتح الحوار. باب الحوار الان الى حد الساعه مغلق، مغلق تماما بين الحكومه او بين الجهات المسؤوله والطلبه. ما نطالبه اليوم وبالحاح هو اولا فتح باب الحوار، ثم وجه رساله للسيد رئيس الحكومه بان ما يقع في كليه الطب اليوم ومقاطعه الطلبه لمده 5 أشهر لدراستهم يعتبر اخلالا بمهامه كرئيس حكومه طبقا للمقتضى الدستورية، واخلالا بالتزاماته الاخلاقيه والسياسيه امام الشعب المغربي. اقول للسيد رئيس الحكومه ان ما يقع بكليه الطب على الصعيد الوطني هو مس بمستقبل ابنائنا، لاننا اباء لا يشعر كما نشعر نحن، ولا يعرف ما يعيشه الان طلبه وطالبات داخل كليه الطب من الناحيه النفسيه وما نعانيه نحن كاباء وامهات مع ابنائنا. اقول للسيد رئيس الحكومه ان ما يقع في كليه الطب على المستوى الوطني هو اخلال بالمقتضيات الدستوريه، لان الحكومه المفروض عليها تدبير الشان العام وايجاد حلول لما يقع داخل المجتمع، والان نرى بان الطلبه خارج مدرجات خارج الفصول، ومع ذلك فان الحكومه تلتزم الصمت. اذا التواجد ديالنا الان هو للضغط على رئيس الحكومه وعلى الحكومه وعلى كل الجهات المسؤوله لفتح باب الحوار، ونحن اباء لن نتنازل عن الحقوق الدستوريه ديالنا. اليوم باش نوقفوا مع وليداتنا في هذا المهزله، انا نقدر نسميها مهزله، لان ملي 5 أشهر والوليدات كيغادروا يعني المدرجات ديالهم في الكليه وكيغادروا لي ستاج ديالهم والتدريبات وهذا، فهذا الشيء ما يمكنش يستمر. وهذاك الشيء علاش حنايا قررنا اننا ننزلوا معاهم باش نقولوا بانه باش نستنكروا علاش الوزاره قاطعه الحوار. يعني كيفاش غيتحل المشكل بلا حوار؟ يعني ما فهمتش، الوزاره ساكته ما دارت حتى شي حاجه، فالى متى هذا السكوت؟ ما فهمناش في الحقيقه، وكنطالبوا باش هاد المهزله توقف. مازال تنقولها كنطالبوا المهزله توقف، يعني اثر كبير على الوليدات، لان 5 شهور وهما جالسين كاين وليدات اللي اكتئبوا، كاين وليدات اللي مرضوا، كاين وليدات هادشي ماشي طبيعي، خصوصا ان هاد الوليدات هادو راه هما نخبه ديال الدراري، راه ماشي اي واحد عنده مكان ديالو في كليه الطب، فهما هادو يعني الطلبه اللي اجتهدوا هما والديهم والعائله ديالهم والاسر ديالهم، وساهمنا بالمال ديالنا وبالوقت ديالنا وبالجهد ديالنا باش نشوفوهم كاين اللي يعني في المستوى، فاذا بينا كنلقاو بانهم جالسين حدانا 5 شهور فهذا امر اللي غير منطقي وغير مقبول. الرساله هي رساله تضامن مع وليداتنا وتآزر مع وليداتنا، هذه الرساله الاساسيه زعما اللي بغيت انا شخصيا نوصلها ملي جيت اليوم. ضمن هذا الشهر الخامس على المقاطعه، وبهذا الحضور ديالنا في هذه المسيره كنأكدوا كآباء الدعم القوي لطلبة الغد والصيادلة الغد، والطلبة فاتحين اليد الممدودة للحكومة للتواصل وللحوار، وهذا تعبير من هذه الطلبة على أنهم مستعدين للحوار. يجب على الحكومة أن تتصرف بمسؤولية وجدية في التعامل مع هذا الملف، وجميع الحلول ما كتغلب عليها لا الحكومه ولا ممثلين الطلبه الا بالحوار والحوار الجاد. من ناحيه اخرى، هاد الطلبه هادو كيعبروا على موقف قوي، موقف وطني، والدفاع عن المدرسه العموميه، وكنظن وقيلا كنشهدوا الاخر جيل اللي كيدافع على المدرسه العموميه. المدرسه العموميه قرينا فيها احنا وقرينا في وليداتنا، بامكان هاد الطلبه يلتحقوا بالجامعات الخصوصيه ولا الجامعات الدوليه، ولكن هما فضلوا انهم يبقاو في بلادهم ويدافعوا على المدرسه العموميه بقوه.